اهلا بيكم وحلقه جديده من قلبك ابيض. النهارده عندي مشكله رهيبه لان ضيفتي صاحبتي جدا وما كانش ينفع اعمل شخصيه لاني لو عملت قرد هتعرفني. الناس اللي بتبقى قريبه مني ومتاكده انها هتعرفني لازم اقابلها بشخصيتي العاديه، ولكن عشان عملنا برنامج مقالب السنه اللي فاتت ما كانش ينفع ان انا النهارده ادخل بنفس الثقه ان انا اكلمهم في كل الحاجات. ما ينفعش كنا نعمل برنامج كله فكره واحده، لان النجم بيطلع من عندنا بيقول بره لاصحابه وللسوق ايه اللي كان بيحصل فيتحرق البرنامج. ما كانش ينفع اجيبها ضيفه في شارع عبد العزيز زي ما طبعا استاذ ممدوح شاهين بيجيب ناس كتير قوي ضيوف في شارع عبد العزيز، لانها مشغوله في مسلسلات تانيه وما كانتش هتيجي ابدا تمثل ضيفه شرف في مسلسل. ريم البارودي مشكله جامده جدا بالنسبه لي النهارده. قلبها ابيض ولا لا؟ هي عصبيه جدا جدا جدا، يعني مش معنى انها صاحبتي انها ممكن ما تمسكش فيا او بس عشان احنا ما نشيلش من بعض عشان احنا اصحاب انا هخلي الخناقه تبقى مع حد تاني خالص. تعالوا نشوف مع بعض ريم البارودي قلبها ابيض ولا كريتو ون. اهلا بيكم وحلقه جديده من قلبك ابيض. الحقيقه انا وريم يعني صحاب جدا. يا ريم اصل من النوع اللي ما بتفكرش، يعني لما بيحصل بلاك اوت او عصبيه ما فيش خالص. واخترتيني يا غاليه يعني لما بلغتي ده اسئله احمد الهواري مش انا. تمام. بتقبلي فعلا ادوار كتير قوي كبديله؟ كلنا بنيجي بدايل، يعني انا بيبقى عندي ساعات ادوار، يعني بتبقى انا اول ترشيح انا وبتيجي بدالي فلانه وفلانه وفلانه وانا باجي بديله فلانه وفلانه. لو هنقعد نركز في ده مش هنشتغل. مش هينفع اشتغل من غير ورقه وقلم. انا مش هينفع، لا هي مش هينفع افضل، ما لا ما هي قصدي مش زي الناس العاديه ده افضل استفزها على اللقطه والصوت. ما احنا اشتغلنا السنه فاتت من غير ورقه وقلم، اشتغلت طول عمرين من غير ورقه وقلم. يا سيدي ايوه كان في سعد وبتاع، انا عايزه هات ورقه وقلم. هو سعد هو اللي استهلك؟ اكرم يعني فيها مشكله لو هتجيبوا له ورقه وقلم يكتب. طب لسه هنقعد تاني نكتب؟ طب يا استاذه يعني بسرعه، ما انا مش عارفه. مش عارفه انت قلت لي اسامي مسلسلات هنا وقلت لي اسامي مش عارفه. طب ما يعني قلت لي جت البديله اللي مش عارفه مين، مش عارفه اقول لها اسامي، مش حافظه. اديك ورقه وقلم، معايا ورقه وقلم انا في الشنطه اقسم بالله. ثانيه واحده، اصل دخل قفش عليا برده في الاوضه قفشه غريبه جدا مش فاهمه ايه. يا هواري اتفضلي اتفضلي. ودلع وفضي وبيلمع. تعال كتابة الدروس عشان مكتوب فيها حاجات بدل ما هو اللي ياخد ورق. خسارة أصلا النوتة دي. خد. طب خلاص ما تقول له إيه هو ده؟ يقول له إيه يا أستاذ؟ يقول لك أنت قاعد. إحنا كنا عارفين هنعمل إيه. وكنت قاعد بترغي. برغي مع مين؟ والله العظيم كنت قاعد بترغي. وحضرتك كنت فين ساعتين يا أستاذ؟ أنا بغير مين؟ أنا دخلت لك أنت ما فهمتنيش أي حاجة. طب يلا بعدين. كل حاجة في اللوكيشن. إيه حكاية؟ أقسم بالله العظيم ما فاهمة حاجة. ايه حكايه ان كل ما يجي واحد تقولي انا مش فاهم حاجه؟ انا فهميني، انا انت اللي جاي تفهمني مش انا جاي افهم. هو انت حضرتك محدش بيفهمك، انت بتعملي كل حاجه. طب يبقى خلاص الناس قاعده ليه؟ ما انا بعمل كل حاجه. هو احنا المفروض كلنا. طب يلا طب راو. يعني ايه طب راو؟ طب راو يعني اقول له ايه؟ طب لا تقول المفروض كلنا نروح. نعم؟ تقول المفروض كلنا نروح، ما تروح. احمد. نعم. خلاص يلا يا احمد عايزين نصور. بيرزعلي الورقه والقلم كده. ايه خلاص بقى، ايه المشكله اللي مزحتها؟ لا احمد هي بتزعل الورقه والقلم ليه؟ يعني انا بطلب منك ايه غير شغلك؟ بقول لك اكتب الاسئله. شغلي يبقى انت تسمعي كلامي في شغلك. اسمعي انت كلام حد. انت انت تسمع كلامي في شغلك. ايه احمد ما هو انت مضايقاك بقول لك. طب يا جماعه ما انت بتتكلم. اسمع حضرتك. حضرتك ليه؟ هو ده برنامج مين اللي انت جاي تشتغل فيه؟ ده برنامج مين؟ لا انا جاي اشتغل فيه مش عند حد. مش عندي بس ده برنامجي انا صح؟ برنامج مين؟ برنامجي انا. انت مذيعه ليكي دور زي الناس اللي بيعملوا. لا مش مذيعه. نعم؟ لا مش مذيعه، دي فكرتي وانا اللي بعمل. طب حلو حلو، وبتخرجي وبتالفي وبتمثلي وبتمشي على الحيطه وبتعملي كل حاجه. ماشي. بس خلاص. بس خلاص. بس انتش محتاجه. بيقول لي بتمشي على الحيطه. خلاص بقى. سوبر وومن. العادي. احمد خلاص 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 خلاص. اكرم. خلاص بقول لك ايه يا بابا انت؟ لا ما تقدرش تشيش الورطه في الكوريدور. لا مش هتشيش الورطه في الكوريدور. هبل ده فعلا؟ فعلا. اللي هو اسمه ايه بقى؟ بس خلاص ثانيه. هبل ده. وبعدين لنا اوضه نتكلم فيها وبتاع
خلاص خلاص. لا اصل هي بتتكلم قدام الناس وبتعمل القلم وبتعمل شغل. لا ده مش معانا، ده مش معانا، ده مش معانا، وانت فاهمه كويس. حمدي لا اصل ريهام سعيد ده انا بس يا عم انتوا اصحاب ليه كده؟ اطلع بره. اطلع بره ايه يا ماما؟ اطلع بره يا بابا. بس ريهام سعيد نفسها اطلع بره. بس هو انت بتنامي هنا؟ ده بيتك؟ اكرم طلعها بره. ريهام انا ما بهزرش، طلعها بره. بس ماشي انا هطلع، بس هي ما تقعدش تزعق وسط الناس كده. ايه ده يا ادمي برضه؟ ابصم لمين؟ انا بكلمك قدامي سؤال. كل واحد مخاف مني. اطلع بره عشان احمد. هو كل واحد مسك مايك وطلع قدام الكاميرا يا بني ادم. لا لا عيب عيب يا احمد كده، عيب يا احمد. ليه كده؟ ليه يا احمد كده؟ نعم. بشتغل يا اصلا. ايه؟ بشتغل يا اصلا. بشتغل سمكري سيارات. زي حضرتك كده. عيب اطلع بقى. لا لا لا. انت يا عم انت. لا اصل كمية الأفقفة اللي بيقفقفها